اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه في الفصل جاني خبر مجرد ما قلته للمهندس عدلي قال لي استر يا رب. هقول لكم ايه بقى؟ انه لجنه الحكام بتعلن تعادل. نطيت. هقول لكم نط ليه؟ نط لانه تم اسناد مباراه الغد بين الاهلي وفاركو للكابتن محمد معروف. فده الراجل هو اللي بينط كده لوحده علشان يحتفل، اكيد فاكرين اللقطه اياها بتاعته. محمد معروف حكما للمباراه الاهلي وفاركو، وبيساعده محمود ابو الرجال وهشام الدسوقي ومحمود ناجي الحكم الرابع، وفي غرفه الفار احمد الغندور وهاني عبد احمد الغندور وهاني عبد الفتاح. ها استر، لابد ان يحسمها بوضوح بقى النادي الاهلي بكره باذن الله. انما وطبعا انت جاي من كبوه ماتش سان داونز اللي هي خارج المنطق والمألوف والواقع اللي كان في ارض الملعب، ما بيقولش كده ابدا. فانت داخل على ماتش معروف. باذن الله الدنيا تبقى ماشيه كويس بكره، نتمنى ان شاء الله.